كالعادة رخيص ومفعول وغالي، كنحاول نجيب لكم شي حاجة اللي رخيصة ومفعولها زوين تعطيكم مفعول تلقاو عليها واحد النتيجة اللي تقدري انك تشوفي الفيديو وداك الساعة تقدري تطبقيه، يعني كل شي في المستطاع ديالكم. اهم حاجة هو المفعول، ماشي شحال خسرنا على الحاجة، ماشي خسرت على هاد الحاجة 100 درهم ولا 150 درهم ولا 300 درهم راه خاصة تعطيني نتيجة، هادي رخيصة دايرة شي حاجة ديال 5 دراهم ولا 3 دراهم، لا اكيد ما تعطينيش نتيجة، لا ما كنشوفوش الثمن، خصوصا فهادشي زيادة الوزن ما كنشوفوش الثمن طبيعة الحال، غير بحوايج بساط ورخاص تقدري تزيدي في الوزن ديالك. البنات هنا عندي مشروب زيادة في الوزن، كنبغيو نبدلو شويه على اللحسه، شويه على ديك الشكلاط، دير الشكلاط ودير فيه كاوكاو ودير فيه اللوز ودير هادي ودير هادي، كنحاولو نبدلو عاوتاني. بالنسبه لدانون كل نهار تبغي تشري دانون غديري فيه ديك الشيء مطحون مثلا، مكونات مطحونين كيجيك شويه قاصح، هاد الوصفه هادي بالحليب وفيها واحد جوج المكونات فقط، ساخن كيتشرب ساخن زعما المفعول ديالو زوين. دابا غادي نبقاو مع المكونات وكيف صوبتو، كيتصوب بعد الديد بعد المذاق ديالو لذيذ بزاف. انا راش انا صوبتو شربتو، انا خويا الصغير شربت انا النص هو النص، ما بغاش يفلت وقال لي واش باقي، وانا متاكد غيعجبكم، ما يمكنش ما يعجبكمش. انا نعطيكم اختيارات في المكونات، يعني اللي ما عندهاش متوفر حاجه ممكن انها دير حاجه اخرى. اول حاجه غادي ناخذ الحليب وغادي نغليه، غادي نسخنوه ولا نغليوه، المهم يكون سخون تقريبا كويس هكا كافيكم، مي تفطروا الصباح خليو لكم واحد الكويس باش تشربوه في الليل. غادي ديروا معلقه ديال الزنجلان مطحون، الزنجلان مطحون غير معلقه واحده فيها شي 300 سعره حراريه او لا اكثر، الا زدتوا الكميه راه غادي يعطيكم سعرات حراريه اكثر، ومعروف الزنجلان كيكبل المناطق الانثويه. عندي هنا يا اما كاوبيل يا اما ديك نيسكويك يا اما الكاكاو، اللي ما عندهاش دير الكاكاو. عندي هنا السكر على حساب الذوق صافي، وغادي نخلطوا المشروب ديالنا. المشروب ديالنا فيه الزنجلان غني بالسعرات الحراريه، كيزيد من الهرمون الانوثه، كيزيد من حجم الصدر والمؤخره، وعندنا الشكلاط عاوتاني كاوبيل اولا نيسكويك، اللي ما عندهاش اللي ما عندهاش دير غير ديك الكاكاو، راه حتى هو شكلاط يعني بحال كاوبيل غير اخر فيه السكر، كيدار في الفطور وهذا كيدار في الكيك يعني مسوس. غادي ديروا السكر غيولي هكاك فيه مذاق ديال الشكلاط، هاد الكويرات هادو راه كيذوبوا. هذا المشروب هذا غني بالسعرات الحراريه، زيدوا تحسبوا معلقه كبيره ديال الشكلاط شحال كتسوى، ومعلقه كبيره ديال الزنجلان شحال كتسوى، وكاز الحليب شحال كيسوى، وديك جوج السكر شحال كيسوى، فراه غتكون عندكم واحد الكميه اللي انها غادي تزيد لكم في الوزن، ما يجي فين كمل شهر حتى تكونوا تزاديتوا في الوزن. هذا الوصفه هذه البنات راه مجربه، شي حاجه بسيطه، الزنجلان غتشري 3 دراهم اولا 4 دراهم على شحال كتعطيك بزاف، نيسكويك عاوتاني شري شي 5-6 ساشيات، الا ما قديتيش عليهم تشري كل ساشيه بدرهم، خودي خودي غير الكاكاو. انا راه كنجيب لكم الافكار اللي تقدروا ديروا، خودي غير الكاكاو وديريه. اللي ما عندهاش عاوتاني الزنجلان ممكن دير العدس مطحون، ممكن دير زريعه الفصه، ممكن دير النافع مطحون، ممكن دير حبه حلاوه، ديري اي مكون عجبك. هاد الوصفه هادي غادي تشربوها، خصوصا الناس اللي كيديروا القديره كتسخن لك الدوره الدمويه، راه زوينه بزاف غتنفعكم بزاف. الناس اللي متبعين السيرويات التحاميل الكينات اي حاجه غتاخذي معها هذا الروتين، وحتى الناس اللي ما كيديروا حتى شي حاجه يعني ما متبعه حتى شي حاجه لا كينات لا سيرو لا قديره لا والو، فراه حتى هي غتنفعها يعني في النهار ديالها في الاخر. من طبيعه الحال كوني كتاكلي في اليوم ديالك باش حتى الا شربتي هذه الوصفه هذه تقر فيك، ماشي انت ما كتغداي ما كتعشي ما كتفطري وبغيتي تشربي هذا الكاس هذا وبغيتي يعطيك نتيجه، لا تكوني يعني كتفطري كتغداي كتعشي مزيان، امور العشاء غادي ديري هاد الكويس هذا ديال الحليب فيه هاد معلقه الزنجلان ومعلقه ديال نيسكويك، وغادي تشربيها مور العشاء سخونه هكا سخون، وغتشيل الفراش ديالك صافي، يعني ماشي ضروري تشيل الفراش ديالك، هادشي الا كنتي ما كديري لا قديره لا والو، الا كنتي كديري القديره راه كتشربيه وكتمشي كديري القديره وراها، اولا كديري القديره وموراها كتشربي هذا المشروب نيشان حيت كيسخن.
وكيمشي يعني ملي كتكوني سرحتي يعني الدوره الدمويه بديك التحاميل اولا القديره، ملي كتشربي هذا المشروب هذا فراه ديك المنطقه هي اللي كتمص بزاف ديك الفيتامينات والسعرات الحراريه عليها كتكبر، ماشي القديره هي اللي كتكبر لك. باش تفهموا حاجه، راه ماشي ديك القله ولا ديك العافيه اللي شعلتي اللور وصفيتي راه هي اللي كتكبر لك، لا داكشي اللي كتاكلي راه هو اللي كيكبر ليك. تخيلي معايا تكون مسدوده لك شهيه ما كتاكلوش كاع في مره وتجي لك دايره وتقولي لي لا كان انغلاض، راه مستحيل. باش تكونوا واضحين خصك ديريها وتاكلي، تكوني كتاكلي معاها حيت انتي ديك القديره غير كتحرك لينا الدوره الدمويه، كتحرك بواحد الطريقه رائعه. الصراحه القديره احسن حاجه زياده الوزن، ولكن خص تكوني كتاكلي. هذا هو المشروب ديالنا، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وجربوها وما غاديش تندموا عليها.